السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد بالتعريف عن الشخصية النادرة والمعروفة حاليا، من هي ميمي. ميمي طق طق وزوجها. تعد ميمي طق طق من أهم الشخصيات الإعلامية في مسيرتهم المهنية، التي حققت التميز والنجاح خلال مهنتها التي شاركت في العديد من الأعمال الإعلامية المتنوعة والأعمال الخيرية التي اكتسبت شهرة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر يومياتها والتحديات التعليمية والتمثيل الكوميدي والمقابلات مع الشخصيات المعروفة، وحظيت بتفاعل كبير من قبل المتابعين، مما زادت شهرة كبيرة في الوطن العربي عامة والمغرب خاصة. ميمي طقطق هي مريم الإيساوي، حيث بدأت مشوارها الإعلامي على منصة تيك توك في عام 2020، حيث بدأت نشر فيديوهات قصيرة تعرض موهبتها في التمثيل والفن، وتناولت في عرض محتواها الذي يتضمن التمثيل الكوميدي والتحديات التعليمية، فهي تحرص على توجيه كافة الرسائل التحفيزية لمتابعيها على أهمية تحقيق أهدافهم ورسم طريقهم وزيادة ثقتهم بالنفس، بل العمل على اكتساب المهارات المختلفة لتحقيق النجاح والتميز. الإعلامية الرقمية مريم العيساوي المعروفة بميمي طق طق في الوطن العربي والمشهورة في دولة المغرب، بل استطاعت أن تلفت الأنظار من خلال مبادرتها بالعمل الإنساني والعمل الخيري لدى المحتاجين والمساكين، كما علمت على رسم الضحك والسعادة والسرور على وجوه الأطفال الذين يعانون من الفقر الشديد من خلال تعاملها بشكل عفوي وطفولي. كذلك في هذه الزلزال الذي ضرب المغرب، واشتهرت على منصات التواصل الاجتماعي كونها صاحبة الإيجابية والابتسامة في حياة المتابعين الذين يتابعون ويستمتعون بمحتواها. ميمي طق طق كان فتاة شابة مغربية الأصل تشارك الكثير من حياتها على منصات التواصل الاجتماعي عبر منصة تيك توك والإنستغرام، لكن ميمي طق طق لم تصرح عن زوجها وعن حياتها الشخصية بشكل مفصل، بل صرحت بأنها سوف تعتمد على حياتها العملية وتطور من حياتها المهنية كونها ناشطة إيجابية ملهمة بتعزيز الثقافة والهوية المغربية. وإلى هنا انتهى هذا الفيديو، إلى فيديو جديد آخر، ولا تنسوا الاشتراك. ودابا البنات فرقنا هذاك الدوار، قالنا هادشي غندوا العيال للدوار. ها هو الغروب، هانتوما الناس باقي خدامين.